الآن بتعاوننا مع المجتمع الدولي أو الدول الجوار الإقليمي لقفنا تجار يعني على مستوى العالم والمخدرات ألقينا القبض عليهم عراقيين؟ نعم يعني مختلف يمارسون التجارة المخدرات بالتنسيق على مستوى إقليمي ودولي؟ على مستوى خصوصا الدول الجوار يعني حقيقة يعني مع الأشقاء في السعودية دخلنا بهيك موضوع وأكو ضباط ارتباط صارت ووصلنا إلى نتائج ممتازة جدا. إذن ورش العمل اللي صارت مع قوات التحالف مع فرق الدعم مع الاتحاد الأوروبي قدرنا أن نحقق نتائج كبيرة جدا. هذا الملف من يديره بالعراق؟ أكو تداخلات إقليمية وأكو تجار حقيقة مروجين وناقلين إلى. إحنا بدينا الآن نعالج من المنبع. من المنبع. من المنبع. أكو اتفاق مع من إيران. من الدخول كل حدودنا كلها تحاول أن يدخل منها مخدرات باستثناء أكو بعض الحدود المسيطر عليها 100%. تعرفون خط السير؟ إحنا حقيقة التعاون مع إيران كبير جدا وقبل فترة ألقينا القبض على بتعاوننا معهم عن طريق الانتربول على تجار وجبناهم طبعا تعاونوا معنا. حسنا الحدود أيضا مع كل دول الجوار. حسنا ضباط الارتباط وأكو في كل سفارة أكو مثل الضابط الأمن الموجود أيضا للمخدرات مثلا بعض الدول خصوصا دول الجوار دزت هذا. بدينا نفعل ملف الانتربول ملف المعلومات الاستخبارات بدينا حسنا الحدود قمنا ننصب كمائن على المناطق المحتملة حطينا بها قطعات من الرد السريع قطعات من الجيش الأماكن نجي منها تخريب باعتبار مناطق وعرة جدا الجيش عنده جهد هندسي عنده أسلحة أكثر قدرنا أن نقطع أشواط كبيرة جدا في هذا الملف. فعلا العراق بدأ ينتج المخدرات؟ لا مستحيل لا ينتج أبدا أبدا. حكوا عن مناطق أطراف بغداد وحكوا على مناطق ما أثير أنه أكو زرعوا بيه مخدرات وأكو زرعوا بيه هاي حقيقة لم يتش. أنا كنت مؤتمر قبل ما أحضر وياك في هاي قبل ساعة. الله يبشرك بالخير والله أنا بس كنت قلق من الإجابة طمنتني. تجار ودخول موجود نعم بس كصناعة ماكو. بس أكو حالة تطور كبيرة عندنا صارت يعني التجار وصل إلى حد الانتحار قسم منه الناقل أو التاجر قام يصطدم مع القوات الأمنية وبالأخير ينتحر وصارت عندي 6 إلى 7 حالات لما ما يستسلم بدأ يضرب رمانه ويقتل نفسه